تحية لكم أينما كنتم داخل وخارج الوطن، وحييكم في حلقة جديدة من الصحافة اليوم. جمعتكم مباركة وكل عام وأنتم بألف خير. كالعادة أستعرض فيها أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية. سيكون معي في هذه الحلقة الدكتور الكاتب والمحلل السياسي عبد الملك اليوسفي. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذنا الغالي فارس وبالمشاهدين. وسيكون معي أيضا عبر الهاتف الدكتور عمار البداي. أبدأ بعناوين الصحافة كالعادة من الصحافة المحلية. وكالة خبر للأنباء والتي عنونها التالي: اللحقي ضحية جديدة في سجون الحوثي، رفضت الميليشيا تسليم جثته لأسرته وباشرت الدفن. القوات الحكومية تحرر مواقع في مديرية الحشوة بصعدة. خبير بريطاني: الحوثيين استخدموا طائرة بدون طيار إيرانية أبابيل بهجومها على قاعدة العند. استشهاد طفلين بقصف صاروخي حوثي استهدف منازل المواطنين في الغيل بالجوف. اليماني: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف واضحة إزاء مماطلة الحوثيين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وكالة الثاني من ديسمبر: القوات الحكومية تتوغل 5 كيلومتر وتحرر مواقع جديدة في حشوة صعدة. الحكومة اليمنية: ما ارتكبته الميليشيا الحوثية في لحج والحديدة مؤشر واضح على رفضها الصريح لجهود السلام. رابطة أمهات المختطفين: وفاة المختطف توفيق اللحجي بسجون ميليشيا الحوثي نتيجة للإهمال الصحي المتعمد. موقع نيوز يمن: الموت الذي خلفه الحوثيون يراكم الضحايا في المخاوى، مناشدة لبرنامج مسام. حلف ثلاثي ضد النخبة: دولة هادي والإصلاح ترفض موت القاعدة في شبوة. صحوة الغذاء العالمي ليست طوعية: 3 أعوام في إغاثة الحوثيين. الموت لليمنيين صورة مفزعة من سجون الحوثي في إب. الهجوم على قاعدة العند خطبة جمعة في مساجد الحديدة. صحيفة أخبار اليوم: تنديدات واسعة بهمجية الميليشيا ومطالبات للأمم المتحدة بتدخل. الحوثيون يحاصرون منزل السياسي المختطف قحطان بصنعاء ويمهلون عائلته 3 أيام لمغادرته. كيف يحاول الحوثيون الاستحواذ على 70 مليون دولار قدمتها السعودية للمعلمين؟ بعد إحاطته في مجلس الأمن التي دافع عن خروقات الميليشيا وبرر عدم انسحابها من الحديدة، مراقبون: جريفيث يقود انقلابا على شرعية الرئيس هادي. الميليشيا ترتكب 434 خرقا منذ بدء سريان الهدنة بالحديدة. هيج يؤكد: الحوثيون تسببوا بتأجيل التوقيع النهائي على ملف تبادل الأسرى. مقتل 15 حوثيا بينهم خبراء أثناء محاولة إطلاق صاروخ باليستي. من الصحافة المحلية انتقل بكم إلى الصحافة العربية والدولية. أبدأها بصحيفة القدس العربي والتي عنونت التالي: المبعوث الدولي إلى اليمن يدعو لضبط النفس. وكالة إيرام الأخبارية: بعد تلقيه طلبا من الأمم المتحدة، هل يوافق الأردن على استضافة اجتماع حول اليمن؟ الأردن يدرس طلبا للأمم المتحدة باستضافة اجتماع حول اليمن. وكالة سبوتنيك الروسية: توجيه عاجل من الرئيس هادي بعد استهداف عرض عسكري للجيش اليمني. صحيفة الدستور الأردنية: الملك: نساند الأشقاء في اليمن بمساعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار. وكالة العين الأخبارية: الوزراء اليمني: استهداف قاعدة العند يشير لتورط طهران ورفض صريح للسلام. صحيفة الاتحاد الخليجية: المبعوث الأممي قلق من التصعيد الحوثي في اليمن. صحيفة البوابة المصرية: الميليشيا تغلق عددا من مستشفيات دمار. صحيفة البيان الإماراتية: الفل اليمني زهرة تقاوم الحرب. صحيفة النهار: الأمم المتحدة طلبت من الأردن استضافة اجتماع حول اليمن. صحيفة المدينة السعودية: اليمن يطالب المجتمع الدولي بإدانة الإرهاب الحوثي. صحيفة الخليج: أحداث مشتعلة وأوضاع إنسانية قاسية، هكذا دخل اليمن في 2019. إذن نبدأ معك دكتور عبد الملك. ربما كارثة حلت باليمنيين، ولعل يصدق قول الشاعر: كلما قالت الأيام، يعني كلما قلنا عساها تنقلي، عفوا، قالت الأيام هذه مبتداها. كارثة تضاف إلى كارثة الحوثي بما سمي بكارثة الأمم المتحدة واتفاق ستوكهولم، يعني اسطوانة مشروخة، فشل مخزي فاضح انبطاح حتى من المؤسسة الشرعية مع الأسف كما يرى مراقبون. تعليقك حول آخر مستجدات ما صرح به جريفيث أنه
يعني مستاء وأنه قلق ويدعو اليمنيين لضبط النفس. للأسف الشديد مارتن غريفيث دعا اليمنيين لضبط النفس، إلا أنه لا أحد استطاع أن يضبط نفسه في عن مهاجمته وانتقاده بشكل لاذع. نعم. يعني المفترض كان من الأمم المتحدة أن يكون لديها نزاهة شفافية في التعاطي مع الأمور وأن تتعامل بنزاهة، يعني تنقل الواقع كما هو، كونه موظف أممي يعني العالم يعتمد على تقاريره وعلى ما يطرحه، إلا أنه للأسف الشديد تورط هذا الأسبوع في شهادة زور وفي كذب واضح. نعم. الذي يرجع إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، يجد أنه كذب مرتين، كذب عندما تحدث أنه تم تخفيض وقف إطلاق النار وأن الأطراف ملتزمة باتفاق السويد. هذا الكذب ناقضه في نهاية الإحاطة وقال أنه يدعو الأطراف إلى الالتزام باتفاق السويد. نعم. ودعنا نضع شهادة الزور التي قام بها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن أمام الواقع، يعني عندما قال أن هنالك تقدم ملحوظ في الالتزام الأطراف باتفاق السويد، الالتزام يعني تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. هنالك في أجندة واضحة لاتفاق السويد، أولا الانسحاب من مدينة الحديدة، من ميناء الحديدة، من ميناء الصليف، من ميناء رأس عيسى. هل تم الالتزام بأي حاجة من هذه الالتزامات؟ نعم. ثم إعادة انتشار القوات المسلحة اليمنية، هل تم حاجة علشان يقول أنه تم الالتزام؟ الشغلة الثانية وقف إطلاق النار، أنهم ملتزمين بوقف إطلاق النار. 392 خرق لوقف إطلاق النار من قبل العصابة الحوثية، 32 شهيد و 320 جريح. ناهيك عن تدمير المنازل والمباني المنازل، هل يعتبر شاهد زور ولا إيش؟ الشغلة الثالث إزالة المظاهر العسكرية في الحديدة، هل تم إزالة المظاهر العسكرية أم أنها زادوا حفروا أنفاق وعملوا خنادق وتمترسوا أعادوا كذا؟ طيب الشغلة الثالث يعني عدم استخدام التعزيزات العسكرية والتحشيد العسكري، هل حصل هذا ولا هل إيقاف التحشيد العسكري والتعزيزات، هل حصل ولا زادوا عززوا بأعداد غفيرة استغلوا فترة الهدنة وفترة عدم تحرك الطيران لإرسال التعزيزات العسكرية؟ ثم بعد ذلك نأتي لاتفاق السويد أيضا فيه التفاهمات حول تعز، هل حصل حاجة حول تعز وسمعنا أن حاجة في فتح المنافذ بتعز؟ ثم تبع إخراج المختطفين والمعتقلين لم يحصل شيء، بالتالي إيش نسمي الذي قاله مارتن غريفيث في مجلس الأمن؟ نعم. شهادة زور ولا لأسم ثاني عندكم يا عرب يا متعلمين زي ما قال عادل إمام ببعض الأفلام؟ يعني هل هذه شهادة زور ولا يسموها المتعلمين؟ إذن أرجو أن تبقى معي دكتور. أذهب أيضا إلى دكتور معمر البداي ضيفي عبر الهاتف. مرحبا بك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ فارس، حياك الله، جمعتك مباركة. المشاهدين إن شاء الله أحييك. كذب وتزييف وإطالة لأمد الحرب، هذا ما تسعى إليه الأمم المتحدة عبر مبعوثها جريفيث، إلى جانب أيضا الشحت والمتاجرة بدماء وأشلاء اليمنيين، يعني تصرفات فاضحة مخزية أمام صمت أيضا المجتمع الدولي والتحالف الذي مع الأسف والحكومة الشرعية التي أيضا استسلمت لتصرفات الأمم المتحدة التي تدعو أو تسعى جاهدا لإطالة أمد الحرب والضحايا 27 إلى 30 مليون مواطن يمني. أخي العزيز، في البداية اسمح لي أن أشكرك وأشكر قناة اليمن اليوم وأشكر كل المشاهدين والمتابعين وضيفك الكريم. بالنسبة لما حصل الآن في الحديدة والاستفاجة السويد الأخير، للأسف هو ليس أول مرة ولم يكن آخر مرة، فهذه مسلسل استفاجات يريدون من وراءها تثبيت الحوثي وتمكينه حتى ينفذوا مخططاتهم. ما حصل في الحديدة للأسف كنا نعرف نتائجه، أنه من أجل إنجاز الحركة الحوثية ومن أجل تثبيتها في الحديدة بشكل قانوني. كانت الميليشيا الحوثية في المدينة هذه بطريقة يعني انقلاب، بطريقة اغتصاب، بمعنى عقد عرفي وحوله إلى عقد آن شرعي وقانوني ودولي برضاء الشرعية للأسف، وهذا هي كانت الكارثة والطامة الكبرى التي أدت إلى أحباط الشعب وإلى أحباط الأحرار، حتى أحباط من لا زالوا في بيوتهم من أفراد الجيش والأمن الذي كان عندهم طموح أن يلتحقوا إلى هذه الجبهات إلى سرعة تحرير الوطن، وعندما يشاهدون الشرعية هي تتهاون وتتخاذل وتضعف أمام المجتمع الدولي، تضعف أمام الحركة الحوثية، جعل الإحباط يسود عامة الشعب، وهذا حقيقة يجب أن نقولها،
يجب أن نشخص العلة حتى نعرف أن نجيب لها علاج. على الشرعية أن لا تستسلم لهذه المسلسلات، على الشرعية أن تكون عند مسؤوليتها القانونية والدولية والشعبية والشرعية أمام التاريخ، أمام الشعب. الشعب لن يرحم، التاريخ لن يرحم. الضعف هذا أدى إلى الشعب الإحباط، أدى إلى التخاذل، تمكن من الحركة الحوثية، ورأينا كيف كان رد الحركة الحوثية على هذا الاتفاق، هو تسليم المؤيد الجرموزي للمؤيد شرف دوري للأسف، وهذه كارثة. ولم نسمع أي ردة فعل من الحكومة الشرعية. كان يجب عليها أولا أن تقف مثل هذه المهزلة. كان هناك يعني تاريخ محدد وهو في 8 يناير باكمال الاتفاقية، إلى الآن لم ينفذ منه بند واحد إلا من الجانب الآخر، وهو الضغط على القوات المشتركة على أنها تنفذ. والقوات المشتركة للأسف بين فكين عجليها، إما أن توافق وتسلم الأمر، وإلا سوف يعتبروها متمردة أكثر مما هو الحوثي متمرد، وهذا لا يخوف، وجعلهم ينفذوا ما يطلب منهم. لكن يتحمل المسؤولية في الأول والأخير هي الشرعية، عليها أن تكون عند المسؤولية، وعليها أن يكون لها موقف إيجابي، موقف حازم، موقف حازم أكثر من كل ضعف هو مثلنا نحن فيه. والدليل على ذلك أنه الآن بالأمس سمعنا الجريمة الإرهابية التي حدثت في العلد، وهذه لها رسائل عدية عدة في الداخل والخارج. على الشرعية أن تعيد قراراتها، على الشرعية أن تقيم موقفها من جديد. ما حدث في قاعدة العلد أمس هذه أكبر رسالة من الحوثي، أنه نحن ليسنا للسلام، نحن ليس من أجل السلام، نحن لدينا مشروع وسننفذه. إضافة إلى أنه يدل على ضعف المؤسسات الشرعية، ضعف الاستخبارات الشرعية، ضعف الجانب، ضعف التوحد الجانب الشرعية للأسف. هذا ما يخيفنا، أنها أصبحت أكثر من رأس، أكثر من جهة، كل واحد يحرس في أرض بعيد عن الآخر. نعم، إذا أنا عدنا كده دكتور عبد الملك من حيث ما انتهى أيضا الدكتور معمر، يعني على من الرهن؟ يعني اليوم ربما الحكومة الشرعية هي متهمة أمام الشعب اليمني بالتقصير وبالتماشي مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، ما لم يعني تظهر على عبر في مؤتمر صحفي تفضح للعالم، تفضح للشعب اليمني إذا كان عليها فعلا كما تقول ضغوطات. من هو المسؤول تحديدا، المؤسسة الرئاسية أم الحكومة الشرعية؟ من هو غريم الشعب اليمني؟ من هو المتسبب في إطالة الحرب؟ ما الذي لا يريد أن تنتهي هذه الحرب وأن لا تنتهي مأساة الشعب اليمني؟ أستاذ فارس، الغريم للشعب اليمني هم العصابة الحوثية، والعدو للشعب اليمني هم العصابة الحوثية، والشعب اليمني كله مصطف صف واحد ضد العصابة الحوثية. بعدين إذا في إخفاقات معينة في من قبل الحكومة، فإن اجتهدوا فأصابوا فلهم أجر، وإن اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجران. وإذا في أي ملاحظات أو على الأداء، أعتقد أنه إيصالها عبر الاتصال بالأخ معالي رئيس الحكومة، بالأخ بمكتب الأخ رئيس الجمهورية، يعتبر نحن لا نتحدث عن العمل الإداري. نعم. دكتور أنا أتحدث عن المعركة. نعم. العسكرية. دعني أكمل، دعني أكمل. هنالك من دعني يرى أكمل. أن السياسيون فشلوا. أستاذ فارس، دعني أكمل أستاذ فارس. لا نريد أن نحول بوصلة الخطاب إلى باتجاه الحكومة الشرعية، لأنه عدونا هم الحوثي، لا خلاف في ذلك. نعم نعم، الأخطاء الواردة والموجودة نحن ننتقدها، وأنت تعرف أني أنتقدها، لكن لا نحول بوصلة الخطاب ونضخم من فشل الحكومة الشرعية. فهناك أعذار، يعني معذورين في أمور معينة لما تتعلق بستوكهولم. أنا كسياسي أعتبر أنه الحكومة انتصرت انتصار غير مسبوق في اتفاق ستوكهولم، وأنها انتزعت قرار أممي يعتبر القرار الأقوى بعد القرار 2116. نعم. وهذا إنجاز، يعني الواحد يكون وإذا قلتم فعدلوا، لا مش الواحد يا بس هكذا يصب. أنا مع احترامي كثير للدكتور ضيفك الكريم، وفي كثير من أطروحاته في لها كلام، لكن أنا أعترض على أنه يحول كل خطابه باتجاه الحكومة الشرعية، وش الحكومة الشرعية والحكومة الشرعية. لا، الحكومة الشرعية شريك للشعب اليمني، وهي حامل الراية، وفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي نائب رئيس المؤتمر، نائب الرئيس علي عبد الله صالح، وهو رئيس المؤتمر، هو حامل الراية الشرعية الآن في حربنا ضد الحوثيين. وبالتالي لا نصوب سهام المؤتمر أو سهام الشعب أو سهام تجاه القيادة، عدونا هم الحوثي، وبالتالي نحول خطابنا على الحوثي. نحمل المسؤولية الحوثي وليس الحكومة. الحكومة صحيح تساهلت،
صحيح تعطي الفرص، وهذه المسألة هي سيف ذو حدين. إذا هذا اللي احنا متفقين عليه، هذا اللي متفقين عليه. اسمح لي أستاذ فارس، اسمح لي أستاذ فارس، إعطاء الفرص هذا سيف ذو حدين، حد في حد جميل جدا، وهو فضح العصابة الحوثية أمام المجتمع الدولي وامتصاص الضغوطات أمام المجتمع الدولي. أنت لست وحدك، أنت في عالم، في مجتمع دولي، في العالم، ليس غابة. هناك تسويق لمدة 4 سنوات، تسويق للحوثيين كطرف سياسي، كديفاكتو أوثوريتي، وهناك شبكات ناعمة تشتغل، وهناك قطر تستثمر ملايين الدولارات، وإيران تستثمر، بل قطر تستثمر مئات ملايين الدولارات، اللي ما يكون مليارات الدولارات، لشراء الذمم هنا وهنا لتسليك الوضع للحوثيين. التصرف الحكيم من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وإعطاء أو فتح الباب، وكأن الحكومة اليمنية لا تريد الحرب، وهذا هو واقع الحال. الحكومة اليمنية لا تريد الحال، لا تريد الحرب، والتصرف بحكمة، وهذا المسألة كله هي أعطى صورة مغايرة وكشف للعالم من هم الحوثيين. نعم. السحر الذي كان يصنعه السحرة بالشبكات الناعمة في دوائر القرار الدولي، لا توجد دولة في أوروبا أو وفي أمريكا وفي كندا إلا وهناك شبكات ناعمة تشتغل لصالح الانقلابيين. صحيح هناك تقصير من الدبلوماسية الحكومة، هنا أبدأ أتكلم على التقصير، إنه الدبلوماسية اليمنية ما اشتغلت في هذا الإطار، ولازم يشتغلوا ويحاسبوا الذي قصروا بهذه المسألة. نعم. السفراء الذي قصروا يحاسبوا، لكن لما نتكلم على أداء الشرعية ككل، لا، هناك إيجابيات، هناك عمل، هناك لو مردود لهذه المسألة. أوكي، يعني أنت في الأخير النفس السياسي وأخذ الموضوع بنفس سياسي وفتح الباب على مصراعي أمام السلام، هذا كشف للعالم أن الحكومة اليمنية لا تريد الحرب، وأننا نتعامل مع جماعة حرب إرهابية. الآن العالم أعتقد إنه هذا التسامح وهذا النفس الطويل من الحكومة اليمنية هو تمهيد لإدخال الحوثيين جماعة إرهابية إذا لم يلتزموا بالسلام. نعم. العالم لن يصبر طويلا، لن يصبر طويلا على هذا التعنت وهذا الغباء الحوثي العجرفة الذي تقوم. أما مسألة إنه الحوثيين يستغلوا الوقت من أجل إعادة ترتيب أنفسهم، فأنا أكرر كلام قلته في نشرة الأخبار الأخيرة، أنهم دعهم حتى يحشدوا لداخل الحديدة 100,000 ولا 200,000، ما بيش معهم، ما يقندوش، ما يحصلوش، وإذا قندوا كثر الله خيرهم، شيشغلوا الخياطين بالحديدة للشراشف بالجملة، خلي نعم. الناس يشتغلوا الخياطين، ما هبش معهم بشغلة، خليهم يطلبوا الله. نعم. والله ما بيخرجوا إلا بالشراشف. نعم. القوات المسلحة قادرة، والتحالف العربي قادر، مهما حشدوا لداخل الحديدة، عندما ينفذ صبر العالم وتقرر الحكومة اليمنية العودة إلى العمل العسكري، والله ما بيخرجوا إلا بالشراشف. نعم. دعني أعود إليك دكتور معمر، يرى ضيفي على أنه تكتيك ربما سياسي، وأيضا فضح الميليشيا أمام العالم، وما تمهيد مرة أخرى أو إعطاء فرصة أخرى كانت ربما الفرصة السانحة التي سوقت لها الحكومة وسوقها الأمم المتحدة، أنها فرصة أخيرة للحوثيين، وفشلت منذ بل ووئدت منذ الوهلة الأولى، وحاليا تم بدل ما كان شهر أضيفت 6 أشهر. تعليقك أخي العزيز، مع احترامي لضيفك الكريم، وأنا وأيد في كلام أنه الشرعية بالنسبة لنا هي شرعية اليمنية ويجب أن نلتف حولها جميعا، لكن عندما ننتجدها نحن ننتجدها من أجل إصلاحها وليس من أجل إرباكها وليس من أجل إضعافها. نحن نريدها أن تكون قوية ليلتف الشعب اليمني حولها. الشعب اليمني يحتاج إلى قيادة قوية ولا يحتاج إلى قيادة ضعيفة. هذا ما نريده، ليس أن احنا الآن نحاول أن نضعف من الشرعية، بالعكس أنا أريدها أن تكون قوية، ويشرفني أن تكون قوية. نعم. لأنه مصيرنا كشعب يمني أن تكون لنا قيادة قوية حتى نخرج ما نحن فيه. أما قضية أنه الآن نعطيها فرصة للحركة الحوثية من أجل المجتمع الدولي يعرفها، يا أخي العزيز المجتمع الدولي يعرفها، المجتمع الدولي هو من زرعها بيننا. يجب أن نعلم أن بريطانيا وأمريكا وقطر وإيران هي من تدعمها، هي من تشتغل الاستخبارات، هي من تدعمها بالمال كما قال ضيفك الكريم. هذه حقيقة يجب أن نعرف، أن العالم كله يعلم. أما من جهة الضعف الشرعية فيجب أن نكون واقعيين، يجب أن نكون كل شيء تمام يا فندم والدنيا خربانة. نعم. هنا نجد أنه في على مستوى العالم كل 10 أو 4 ناشطين حوثيين غلبوا كم سفير اليمن، لم نجد أي سفير يمني يتحرك، لم نجد أي سفير يمني يعمل أي محاضرة، لم نجد أن يعمل ندوة، لم نجد أنه تحرك في مكان عمله، منتظر. نعم. حتى يأتي الأمر من الرئيس، منتظر أن يأتي الأمر من وزير خارجية، منتظر. هذا ليس سفير، يجب أن يتحرك من ذاته نفسه، يجب أن يشتغل. نحن في حالة حرب،
نحن ليس في حالة سلام، نحن في حالة حرب. يجب أن يكون كل مسؤول أن يقوم بواجبه، الناشط يقوم بواجبه، السياسي يقوم بواجبه، السفير يقوم بواجبه، الوزير يقوم بواجبه، الوزراء والقيادة التي جالسة في الفنادق عليهم أن يتحركوا إلى المحافظات لتحريك الجبهات الأخرى. نعم. إذا كان في ضغط دولي على الحديدة وعلينا أن نلتزم وأن تظل، أنا لا أتفق مع ضيفك الكريم أن الشرعية هي تتعامل كدولة وليس ميليشيات وعليها الالتزام بالاتفاق، وهذا شيء طيب، لكن ليس معنى ذلك أنه أنا ألتزم بكل الجبهات، علي أن أحرك كل الجبهات لأنه لا يلزمني أي شيء في الجبهات الأخرى. نعم. حرك الجبهات الأخرى، ضيق الخناق على هذه الحركة، ليس أترك لها الجبهة يعني تتحرك، على الحركة المديشة الحديثة تتحرك بأريحية، يجب أن أخرجها، يجب أن أحاصرها. نعم. ما حدث أمس في قاعدة العمل، يجب أن المفروض أن يحاسب كل من لو وصل بها، كيف تم هذا، كيف أين الاحتياطات الواجبة، أين غرفة العمليات، أين السيطرة، أين الرادارات. نعم. كان المستهدف فيها يجب أن نفهم جميعا، ويجب أن كان الحوثي يريد من حركة أمس هو قتل جواز، وقتل جواز بالنسبة لهم يعني الكثير بين أفراده بين أنصاره، أنهم قتلوا قاتل نبيهم أو مؤسس حركتهم كما يدعونه، هذه كانت سوف تخدمهم كثير، وكانوا سوف يستغلون إعلاميا واجتماعيا. نعم. يجب أن نفهم كيف يشتغلوا هؤلاء الناس، الناس يشتغلوا بين الناس يوروا بهم بالثقافة، ونحن نعرف الشعب اليمني كيف ممكن أن الآن الظروف التي يمر إليها من الجوع والفجر والمرض والخذلان، هنا سوف يسيطر على أكثر من الشباب. لا ننتظر، كلما طالت الفترة يجب أن نفهم ليس معنى إطالة الفترة هو من أجل أن نفضح الحركة الحوثية، بالعكس إطالة فترة الحرب هو من أجل إحباط الشعب اليمني وتسليم للأمر الواقع، هذه يجب أن نفهمها جميعا. نعم. ويجب على كل مسؤول وعلى كل ما يمني أن يفهم هذه وأن يكون وأن يقوم بواجبه. نعم. إطالة الحرب لا يخدمنا ولا يخدم الشرعية ولا يخدم اليمن ولا يخدم الأمور العربية، بل يخدم المشروع الأمريكي الإيراني ويخدم قطر ويخدم الحركة الحوثية، وهذا ما يريد أن يوصلنا إليه. نعم. علينا أن نكون واضحين لكي نعرف علة بعيني ونعالجها بطريقة سليمة وصحيحة، وليس من أجل استخدام الأسلوب السياسي وأن الأمور تمام وكل شيء إن شاء الله حيتم ومجرد بس مجرد، لا الحقيقة غير ذلك. نعم. الحقيقة أنه يتمدد ويتحرك بكل في كل ساعة وكل ثانية، ونحن لازمنا مختلفين بيننا البين كقيادات الشرعية كأحزاب الشرعية كمنطقة ومنطقة أخرى. ما حدث في قاعدة العيدان تم ضربه من جبل القبيطة، أين القيادة هنا؟ أين الـ35,000 جندي في سعد؟ لا يستطيعون أن يتحركوا في هذه الجبهة؟ أين نعم. ما هم فينا؟ سؤال أو في سعد أو غيره؟ سؤال صريح دكتور. على ضد هذه. نعم أرجو أن تبقى معي دكتور. أعود إليك يا دكتور عبد الملك. الدكتور معمر يتحدث على أنه يعني على فرضية أن الحكومة الشرعية تعرضت لضغوط دولية وبالتالي تلعب على الوتر السياسي في معركة الحديدة، ما الذي يمنع، وهو السؤال صريح، ما الذي يمنع الحكومة أيضا من تحريك الجبهة الأخرى وتضييق الخلق على هذه الميليشيا عبر خولان، عبر مارب، عبر نهب، عبر الضالع، عبر إب، عبر تعز، ما الذي يمنع من بقية الجبهة الأخرى؟ لماذا هي صامتة شبه نائمة؟ سؤال وجيه أستاذ فارس، وأحيي ضيفك الكريم. بالأمس كنت على قناة الحدث لتغطية الحادث الإرهابي الذي حصل في العند وقتها، وقت الحادث، وتحدثت أنه ضروري من تحريك الجبهات لتحرير ما تبقى من مناطق تعز، لتأمين عدن، لأنه عدن عاصمة، فيها القصر الرئاسة، فيها أماكن حيوية، فيها الحكومة، فيها الحكومة. نعم. وبالتالي لابد المدى الآمن الذي يحمي عدن من وصول هذه الطائرات المفخخة، هي طائرة مفخخة، هي مثل الحزام الناسف. بالتالي الحق يقال. الأمر الآخر، الانتقاد مهم، الانتقاد الإيجابي كما ذكر ضيفك الكريم، وهذا كلام ممتاز، لملمة الصفوف، مش الانتقاد من في ناس للأسف الشديد لابسين ثوب الشرعية وشغالين مع قطر، لا نريد أن نسلك سلوكهم، الانتقاد لمجرد الانتقاد ولبث الخلاف والشقاق، لا، نشتي الانتقاد من أجل الارتقاء بالعمل. مثلا هنا في القاهرة في ناس جالسين طول الليل والنهار شغلهم كيف ينتقدوا معالي السفير هنا في القاهرة عند المصريين. ليس موضوع عن هذا يا دكتور. لا لا، أنا أضرب مثل فقط أستاذ، إنه بدل ما يبني ما يأتي بأفكار بناءة من أجل لملمة صف كل اليمنيين في القاهرة، وهنا كثير أعداد كبيرة من الصحفيين والإعلاميين وكذا لبرورة عمل بإشراف السفارة الذي تمثل الجمهورية اليمنية، جالسين يوزعوا الشقاق والنفاق.
الأخلاق، وبالتالي نحن نحتاج إلى خطاب تعبوي، إلى خطاب يلملم الجهود ويلملم الفعاليات ويلملم الناس في معركة تحرير اليمن. نعم. لأنه نحن أمامنا مخاطر وجودية، ما فيش عندنا ترف للعمل السياسي والخلافات. نعم دكتور، نعم. دعنا نتحدث بصراحة. اليوم أنا أسألك، ما الذي يمنع الآن من تحريك هذه الجبهات؟ اليوم نحن دخلنا في العام الخامس، هنالك ضغوط على الحكومة الشرعية، سنسلم بذلك مثلا في مسألة ملف الحديدة، هنالك جبهات أخرى شبه ميتة، ما الذي يمنع من تحريكها؟ ما الذي يمنع من تضييق الخناق؟ لو قامت هذه الجبهات في آن واحد ربما لانتهينا وانتهت البلد من هذه المسألة. يعني هنالك آلاف علامة استفهام، تساؤلات حول من هو المستفيد من إطالة الحرب ومن عدم ومن تجميد تلك الجبهات، وهنالك رجال يبذلون دماءهم في دل هذا الوطن، وهنالك من يعرقل عملية التحرير، من هم؟ أستاذ فارس، بدل ما نسأل ما الذي يمنع، نسأل عن الضرورات. أصبح الآن مسألة ضرورة، ما عادش الموانع الآن. في ضرورة يا أخي، في ناس في الداخل اليوم يمر عنه 9 سنة الإطالة أمد الحرب، يعني ما هيش مسألة ما يعني. لذلك حتى لما نتحدث عن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومكاتب الأمم المتحدة، لابد أن نحن نفصل ما بين موقف المجتمع الدولي المتمثل في القرارات 10 بشأن اليمن، والتي كلها تدين الميليشيا الحوثية والانقلاب الحوثي وتتحدث عن العودة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، يعني معناته الحوثيين يروحوا والحكومة ترجع. نعم. في ناس في الداخل يا أخي اليوم تجزع عنده 9 سنة ما يحصلش ما يأكل أولاده، إطالة أمد الحرب جريمة. طيب بالتالي الآن الضرورة، نتحدث عن الضرورات لتحريك الجبهات. هناك ضرورة مهمة جدا لتحريك جبهات معينة. أوكي، في اتفاق حول الحديدة، لكن لا يوجد اتفاق حول تعز. نعم. تعز في الاتفاق حول تعز والتفاهمات، هذا اللي يهمنا دكتور. التفاهمات هي حول المعابر فقط، فت معابر، لكن معك ماوية الراهدة، بقية ما تبقى من لحق القبيطة، هذه أما الصل، هذه أماكن لابد من تحريك الجبهات فيها بكل ما أوتيت من قوة. نعم. أصبح نعم. ضرورة الآن. نعم. الأمس كان يتحدث معالي وزير الإعلام حفظه الله عن خيارات تدرسها الحكومة اليمنية، وأن الخيارات كلها مفتوحة. نتمنى أن الحكومة تنفذ ما قاله معالي وزير الإعلام. نعم. أن الخيارات كلها مفتوحة، وأن يكون الرد قاسي يا أخي. نعم. الناس موجوعين. نعم. في ناس قتلوا، في ناس، هذا انتهاك لسيادة الدولة، هيبة الدولة، لما يجي يضرب لك رئيس الأركان. بالتالي لابد من رد قاسي على قدر الحدث. نعم. أعود إليك دكتور معمر، هنالك أيضا كما جاء على لسان وزير الإعلام، دعا أنه حان الوقت. هنالك أيضا أصوات للأمانة، حتى نكون منصفين، داخل الحكومة الشرعية، داخل الجيش، قيادة عسكريين يعني ضاق بهم الحال، وأصبح يدعو يعني الجميع متفقين على الحسم عسكريا، ولو على فرضية أن الحديدة خضعت للتدويل الدولي، ما الذي يمنع؟ والكل يتساءل، من هو المستفيد من إطالة أمد الحرب، ومن هو المتسبب في عدم تحريك الجبهات الأخرى لاستئصال هذا السرطان؟ أخي فارس، اسمح لي بالبداية أشكر ضيفك الكريم، أن اتفقنا أنا في الأخير أن أصبحت بالفعل الآن ضرورة، وليس بمجرد أمور سياسية، أصبحت الضرورة أن تحرك الجبهات. وما حصل أمس كان يجب أن تحرك الجبهات في كل الجبهات، في كل الجبهات على الأقل اليوم 3 أيام. والله العظيم لو تحركت الجبهات بكل مصداقية في خلال يومين أو 3 أيام، سوف يكون هناك تغيير جذري من الخطة السياسية والمفاوضات والحوارات ولكل شيء، وسوف تنجد العالم كله يسارع إلى كيف ينجد هذه الحركة كما حدث. وما حدث في دماج هو من أنجدهم، هو المجتمع الدولي عندما أتى جمال بن عمر، ومن سلم عمران هو جمال بن عمر، وما يحدث الآن في الحديدة هو من أجل أنجد الحركة، هو نفس المسلسل للأسف. لكن نحن لا نقرأ، نحن لا نستذكر ما يحدث، نحن لا نستفيد من ما يحدث. علينا أن نحرك الميدان، الميدان هو الفيصل، الميدان هو سوف من يأتي بالسلام. نعم. نحن ضد الحرب، نحن نقولها بصراحة، والله العظيم لا نريد سفك دم أي يمني أي كان، اختلاف معه مذهبيا سياسيا أي كان ذلك. لكن أصبحت الآن ضرورة، يجب تحريك الميدان، والميدان هو من سوف يأتي بالسلام. نحن لا نقول من تتحرك الميدان والحروب من أجل إبادة أحد أو إطفاء أحد، ولكن من أجل تعجيل بالسلام، لأنه أصبح الشعب اليمني لن يعد يستطيع أن يتحمل ذلك، لن يعد أن يتحمل الوضع المعيشي الذي هو فيه وعدم الأمن الذي هو فيه. الآن أصبحت الأمور ضرورة، يجب أن تكون الشرعية عند هذه المسؤولية، وهي فرصتها الآن، فرصة ذهبية لو عرفت تستغلها صح، على الأقل تحرك كل الجبهات وتلتزم بالحديدة. كيف توقف الجبهة بالحديدة وكان باقي معنا 3 كيلو فقط؟ نعم. هذا غير منطقي أصلاً، لا عسكريا ولا سياسيا ولا حتى إنسانيا.
كنت أنت في خلال ساعات أو يوم أو يومين أغلقت الملف هذا تماما، ولكن لأن الدولة المجتمع الدولي عرف كيف يتدخل عن طريق الشرعية، لأن دائما مسالمة دائما تستجيب دائما تستجيب، فاستغل هذه النقطة ولو كان على الأقل يكون نصف الشرعية مجانين ونصهم عاقلين، مش كلهم عاقلين على طول. كلام واضح. يجعلوا منهم ناس قيادة عسكرية تفردوا ولو ساعة ساعتين ولو يوم يومين كانوا حسموا الملف. على العموم الآن لا نقول لهم الآن أن يصارعوا المجتمع الدولي ويعملوا ضد ما اتفقوا عليه في السويد، رغم أنه الآن يعتبر اتفاق السويد من وجهة نظري انتهى بالفعل الحوثيين. نعم. اختراجاتهم وعدم التزاماتهم وعدم تنفيذ أي حد يعتبر انتهى. ومع ذلك نقول لهم إذا لكم وجهة نظرنا نعلم احنا التزموا بهذا الاتفاق، لكن حرفوا الجهات الأخرى، افتحوا جبهتين لكي تجيب الحديدة. لو تحركت جبهتين لا التقت بحديدة وذمار وبه لا تحرك تعز بدون أي قتال في تعز. نعم. هناك أمور استراتيجية سهلة ولكن تريد قرار حاسم وشجاع فقط. أشكرك الصحفي والمحلل السياسي الدكتور معمر البداية، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الملك، العالم مجمع على أن الناس تحترم أو المجتمع الدولي يحترمون الأقوى على الأرض، واليوم هنالك ربما طرف، لا نقول كل الحكومة الشرعية، طرف منها لا يزال يعمل على تمييع القضية وعلى إطالة أمد الحرب. تعليقك. الطرف الأقوى على الأرض هي القوات المسلحة اليمنية. أنا أثق ثقة مطلقة في القوات المسلحة اليمنية بقيادة الأخ وزير الدفاع والأخ رئيس الأركان، وهم القوة الأقوى على الأرض الآن بدعم من التحالف العربي. لا نعول على أحد، لا خارج، الخارج لن ينفعنا، الخارج فقط من أجل امتصاص الضغوط الدولية، ونحن نعول في معركة التحرير. لذلك أنا أناشد جميع الشعب اليمني وأبناء المؤتمر الشعبي العام الالتفاف حول القيادة السياسية والقيادة العسكرية من أجل معركة التحرير. عدونا واضح. نعم. وهي العصابة الحوثية، وهدفنا واضح وهو تحرير اليمن من القبضة الإيرانية والانتقام لدم الشهيد علي عبد الله صالح. أشكرك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الملك اليوسفي، كنت معي عبر رقم صناعي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.